بما نتكلم على الفن والابداع في مهرجان العالمين، خلينا نتكلم مع الفن واهله. والحقيقه في دراما المتحده في رمضان اللي فات كان في عندنا يعني موسم ضخم من الاعمال الدراميه المتنوعه والمتميزه. الحقيقه اخترنا ان يكون معانا اتنين من النجوم اللي امتعونا في رمضان اللي فات بدورين مميزين جدا جدا، هنتكلم عنهم بكل تاكيد، لكن هنتكلم عن حاجات تانية كتير برضو. لكن الاول خليني ارحب بالفنان محمد علي رزق، والدور طبعا المميز ليه والصعب واللي عمل حوارات علشان يفضي البيت ويبقى ايه فضيله، سيد العقارب ومصطفى درغام. اهلا وسهلا بيك يا حبيبتي. اهلا بيك وميرسي على التقديمه الحلوه دي. الله يخليك، تستاهل كل الخير حبيبتي يا لطفي. وطبعا الحشاشين، مسلسل الحشاشين الأضخم إنتاجيا وكل التفاصيل الصعبة لكن الحقيقية، وقد إيه كان عمل قوي ومميز بكل تفاصيله ومفرداته بكل نجوم هذا العمل، ودور مميز جدا جدا ودور صعب لكن نجح فيه بجد. محمد يوسف أوزو دور صهبان البلاد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك. ولا اقول اوزو ولا اقول والله إيه؟ بصي يعني قول اللي انت عايزاه. محمد يوسف اوزو. اوزو ده متعارف عليه من ايام الله يرحمه النجم نور الشريف. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارفه طبعا دي كانت البدايه ومعاه طبعا في اعمال قويه هنتكلم عنها بكل طبعًا تاكيد. طبعا منور الشيخ مصطفى. منور. منور حاج صابون. والله يعني انا عارفه كنت خايف من الفقره دي والله. والله كنت خايف منها جدا. احنا اصحاب من زمان، عرفت ان انتوا بقى لكم عمر مع بعض ما شاء الله. بدأتوا ازاي مع بعض في الاول؟ المسرح. احنا تعرفنا على بعض في المسرح. اوزو معهد وانا اداب مسرح، اتقابلنا في مسرح الدوله، كنا احنا الاثنين بنسعى وبنبدا طريقنا مع يعني مع بعض. الاول هو كان بيجي يتفرج على العروض وانا بروح اتفرج على العروض. حيو. كنا نشتغل مع بعض في مسرحيات بس ربنا ما كرمش او ربنا ستر لان كان العرض هيبوظ. يعني كان ربنا ستر لان كنا ناويين نبوظ العروض اللي كان لما كملتش دي. وبعدين بقى الحمد لله انا ربنا كرمني بادوار، وبعد كده اوزو ربنا كرمه بادوار، فهي رحله احنا الاثنين مع بعض فيها ومعانا ناس كتير في الرحله دي. بس يعني بما ان ربنا جمعنا دلوقتي في القعده دي الحمد لله. فانا ده حلو، انا مبسوطه بيكم ان انتم معايا النهارده، وهنتكلم عن الرحله دي وهنتكلم كمان على الاعمال الجديده الاخيره اللي الحمد لله ما شاء الله نجحت نجاح كبير. الحمد لله. بس الاول بقى محمد، ايه رايك في نجاح فكره العالمين، مدينه العالمين والمهرجان الجميل ده؟ والله انا اقول لك على مفاجاه جميله جدا. انا جيت العالمين السنه اللي فاتت وجيت السنه دي. انا كنتش متخيل ان الفرق هيبقى عامل كده. يعني في سنه لا، في طفره حصلت في خلال السنه دي. فكره الشاطئ بتاع الناس دي جميله جدا، انا عديت عليه النهارده وبصيت الناس مبسوطه جدا. في كنا بندور عليه على فكره، انا هقول بقى يعني أيوة. كنا بندور عليه قالوا لي هو على الشاطئ هناك. ايوه كنت بتفرج. قعدنا انا لما جيت في اماكن انا كنت بشرح كنت بشرح لاوزو بقول له اوزو المكان ده كان مهجور. أيوة. كان مهجور السنه اللي فاتت. ضحك عليا وقال انا عارف وكده. انا عارف اول ما وصلت عليا عرفك بالمكان. قال لي على مين بس خلاص مالكش دعوه، انا هوريك كل حاجه. بجد والله المكان اللي كنا واقفين فيه ده حرفيا كان مهجور السنه اللي فاتت. ما شاء الله المكان مليان بالناس، فقرات جميله، الناس واقفه مستمتعه. المباني نفسها كان في السنه اللي فاتت المباني لسه ما استكملش يعني ما خلصتش، السنه دي ما شاء الله دي خلصت وفي مباني تانية جنبها طلعت وخلصت. صح. لا في تطور بشكل والله رهيب. العظيم فعلا يا جماعه بجد. انا كنت برضو شغاله في المهرجان السنه اللي فاتت، انا لما جيت السنه دي اللي هو ايه ده، والله انه من السنه للتانيه حاجات كتيره مختلفه، وحركه الناس والاعداد والمصريين والعرب وكل موجود لا بمناسبه الاعداد ما كانش ده العدد السنه طبعا اللي فاتت خالص. ده نجاح. الاعداد تضاعفت تبني عليه بالزبط. يعني انك انت مش عايز تقف مكانك لكن عايز كل سنه يبقى فيه اكتر بالظبط. لا بجد والله المكان ممتع جدا. البلد عامله ازاي؟ العالمين شايفها ازاي بقى؟ والله انا شايفها قبله سياحيه جديده يعني. انا شايف ان الموضوع متطور لدرجه ان احنا بقى زي ما كان عندنا شرم عندنا مكان الناس بتحب تروح له، في مكان جديد اسمه العالمين ممكن الناس تجي لها من كل حته، مش من اخواتنا العرب بس، لا من اي حته في العالم. صحيح. بجد والله فكره العالمين مش قد على يعني هي بس بحر ومكان تتفسح فيه وسياحه وده مطلوب، لكنها تكون حاجه متكامله فيها كل حاجه، ومهرجان ثقافي ومهرجان فني. ولا الموضوع يعني انت بتخلقي مدينه متكامله فيها كل اللي انت عاوزاه، فده لا ده شيء يحترم، مجهود جبار بصراحه.
يعني من سنه لسنه لا في مجهود جبار حاصل، واعتقد ان شاء الله ان عشنا وكنا من اهل الدنيا وجينا السنه الجايه هنلاقي حاجات احلى واحلى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.